الناس علاش ما تحكمش؟ الناس اللي قتلت عمر شبيها في الشارع قاعده تخدم تو. اسقط يسقط فحص العار من بقايا الاستعمار، يسقط يسقط فحص العار. On doit y être ensemble. Et je remercie aussi les forces de l'ordre qui nous accompagnent en fait chaque année. والإشراف على الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب اللي كل عام كما قالوا لخيان ولخيات نحاولوا نحتفلوا به. طبعا للأسف في تونس وإن كانت الدولة تؤكد في كل مرة أن التعذيب محظور حظرا تاما وأنه لم يعد سياسة الدولة، لكن في مستوى الممارسة ما زالت عملية التعذيب متواصلة حتى إذا كانت حتى لو كانت غير ممنهجة. سوء المعاملة متواصل في معظم الأماكن سلب الحرية نتيجة ظروف الاحتجاز البعيدة جدا عن المعايير. نوعية المعاملة أيضا مع معاملة المحتجزين فيها كثير من الانتهاكات وكثير من التجاوزات. والنساية تقمع فيك وتقمع فيا دولة رشعية، والنساية تقمع فيك وتقمع فيا دولة رشعية، والنساية اليوم يشهد التاريخ 26 جوان 2024 تعود الدولة التونسية دولة التعذيب والاستبداد. عن الأرقام متاع الأشخاص اللي تحاكموا استنادا للفصل 230، لكن للأسف طلبنا من الوحدة الطب الشرعي يعني في مستشفى الشر نيكول عديد المرات توجهنا لها يعني على طريق المحامين والمحاميات نتاعنا معناها استنادا لقانون نفاذ المعلومة، فرفضوا مدنا بالمعطيات هذه وقالوا لي هما ما عندهمش. لكن نعرفوا انه الدولة التونسية من 2011 حتى 2018 والا اخر 2018 اول 2019 معناها سجنت في السجون نتاعها على كافة تراب الجمهورية ما يفوق معناها 3000 شخص.